بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيبة بعد أخوكم جمال باظفار يحييكم في مقطع جديد من مقاطع تعلم مع جمال. أيضا من خصائص هذا الجهاز هايوكي CM4371 أنه راح يسمح لنا بقياس الكونتينيوتي أو الاستمرارية أو استمرارية التوصيل في الأسلاك على هذه الوضعية الثالثة، وأيضا قياس المقاومة مثل الريزستر او مقاومه الملفات او مقاومه المحرك زين الكمبرسر او المروحه والاشياء اخرى اللي ممكن تقيس فيها المقاومه، وايضا راح يسمح لنا بقياس الدايد. طبعا هذه الخاصيه خاصيه قياس الاستمراريه او التوصيل، اذا كان عندنا اي توصيل او اي التماس ممكن راح تسمح لنا بقياس. اذا كان مثلا عندنا قطع في الأسلاك، يعني مثلا عندنا هذه الأسلاك فيها قطع أو محترقة من الداخل، بمعرفة إذا كان لا يوجد أي توصيل ما بين مثلا هذا البن أو هذا المسمار، مسمار التوصيل اللي يركب في الفيشة، وبالتالي راح نعرف مثلا إذا كان عندنا أي قطع في خلال أو من خلال مثلا قياس المقاومة بين هذا السلكين. أيضا راح يسمح لنا معرفة إذا كان في أي شورت داخل مثلا المحرك للكمبرسر أو للمروحة نفسها. يجب مثلا تركيب هذه الأسلاك، لازم نلامس بين كيابل الفحص، ومن بعدها راح نضغط على زر الشيفت أو الأجست اللي هي إعادة الضبط، وراح يعطينا مثلا إعادة الضبط للجهاز. طبعا طريقة الفحص راح تكون بهالطريقة، بالتالي هنا راح يوجد عندنا توصيل مع وجود الصوت. هذه مسمار النوتشر اللي راح يركب في الفيشة، راح نوصلها مع اللايف او سلك اللايف، ما راح يعطينا اي توصيل. اذا وصلناه مثلا مع سلك النوتشر اللي يعطينا، المفروض يعطينا توصيل. هذا يوجد توصيل بين هالسلكين، وبالتالي الكيبل هذا سليم. وايضا هني هذا تقريبا مسمار الحار او اللايف، لا يوجد اي توصيل، المفروض يكون فيه توصيل. زين هنا لا يوجد اي توصيل، وبالتالي ممكن يكون عندنا الفيوز داخل محروق. ايضا هذه الخاصية راح تسمح لنا بقياس المقاومة او الريزيستر، هذه معطينا 267 اوم. طبعا اذا نريد نقيس مثلا المقاومة او الريزيستر، هذه الافضل ان نحولها على وحدة قياس الريزيستر او المقاومة. راح نضغط على الشيفت، وبالتالي ايضا الضغط على زر هذا الرينج زين راح يعطينا هني مثلا 600 كيلو اوم. ضغطه زين يعطينا 6 كيلو اوم، 60 كيلو اوم، و 600 زين. اوتو راح نخليه على الاوتو. طبعا بالتالي راح نقيس مثلا مقاومة 1490، هذا 1.49 يعني 1490 كيلو اوم، هذه 267 اوم. هذه الكبيرة راح تعطينا كم؟ 2200 اوم. ايضا يمكننا قياس المقاومة لملفات هذه المروحة او حتى الكمبرسر، يعني فقط راح تحطه مثلا على الاوم. دايد طبعا ما نستخدمه كثير، الفنيين يستخدمونه، ممكن نخليه على الكونتينيوتي. راح نشوف راح يعطينا شيء ولا لا. طبعا في مقاطع كثيرة شرحت فيها كيفية معرفة اقطاب المروحة او الكمبرسر زين. هذا اعطانا مع الابيض مثلا، الاسود مع الابيض اعطانا تقريبا كم؟ اعطانا 72.6. ومثل ما قلت سابقا، الافضل انك تسجلها اساس تعرف وين الرن وين الستارت. مع الاحمر اعطانا 153 زين، بقى لون واحد، هذا ابيض احمر وهذا اخضر زين، يكون الاخضر الارث بعد تقريبا، هذا الاخضر الارث، لا هذا الاخضر الارث.
اذا هذه عندي. بنشوف الاحمر مع الابيض كم راح يعطيني، كم المقاومة اللي راح يعطيني اياها. طبعا انا من الحين مو بجالس اشرح كيفية معرفة اقطاب الرن، مثلا قطب الرن او ملف الرن مع الستارت والرن مع الكومن. زين هذه كلها سبق ان تكلمت عنها، اعطاني 226. الافضل الرجوع للمقاطع السابقة. زين وهذا ايضا راح يسمح لك بقياس اذا كان عندك مثلا شورت، يعني في التماس في البودي، يعني هذه مثلا هذا سلك الارضي. طبعا هني لازم يكون في توصيل لان هذا السلك الارضي. لازم يكون واصل مع الهيكل، هذا يعني السلك سليم، هذا السلك سليم، هذا هو هني واصل في هالمكان. زين وممكن تفحص كل سلك الكومن والران والستارت مثلا المشترك ما فيه توصيل الران او الستارت، ما فيه توصيل الران، ما فيه توصيل، بالتالي لا يوجد عندنا اي شورت او التماس داخلي بالملفات. احيانا ممكن تكون عندك الملف، هذه اسلاك الملف ممكن تكون واصلة في الهيكل للمروحة، بالتالي راح يكون عندك اي شورت. ايضا الكمبرسر ممكن نفحص فيه نفس الشيء، نفس الاسلوب، نفحص فيه مقاومة ملفات الكمبرسر، وبالتالي راح نعرف اذا كان الكمبرسر سليم او لا. ايضا هذا الجهاز الهيوكي فيه خاصية قياس مثلا الكباستر والحرارة، وايضا خاصية اخرى ان شاء الله راح نتعلم عليها في مقاطع اخرى قريبا باذن الله. ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومة، ونلتقي ان شاء الله معكم في مقاطع اخرى من تعلم مع جمال. شكرا جزيلا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.